I think it feels great, first off. Like I say, last time, you know, we want to continue to make a statement. We played another good team, and I think we just continue to show that we can keep competing, and you know, hopefully we got a chance to finish it off. إنها راح تعمل تورنوفر وحاليا التورنوفر تتعاقب عليه بأبل شوت على 3 بوينتس الروعة مش معقول هالثقة الموجودة صاروا 20-20 هذا رقم مش سهل رقم مش سهل عموما دبل جونسون بيحاول يعمل درايف جود باس اكسترا باس رائع أندرسون درايف بيلعبوا باسكت بول حلوة 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 من أجمل الفرق اللي بتلعب باسكت بول لغاية الآن بالفاينل 8 نعم لاعب اسمه كارفن أندرسون 32 سنة بياخذ الجوم شوت صاحب 32 سنة بيسجل لا فكرة نسبتهم 3 من 7 اوريدي 2 من 7 لكن 3 بوينتس على مسؤوليتي انا ووو روعة 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 لجام شيدي وبرافو لشهرداري غورغان بطل ايران ايران 3 مرات عم بيسكر الفارق نرجع من جديد 6 نقاط لجام شيدي العاديه فارق في المباراه بالنسبه لغورغان 46-43 ولكن حاليا جاب اكثر لذلك 3 بوينتس قادمه 3 بوينتس على الطريق راح تتسجل 3 بوينتس للفريق الكازاخي لا ميد رينج وهنا 2 بوينتس مرات 9 مرات بطل الكاس بيطلبها أندرسون واو نايس كات جود كاتش ووو بيك باكيت واو 3 بوينتس هاي جدا مش معقول هذه 3 بوينتس يا ريت في مكان مقنع دافون جونسون عند الهداف الكبير على 3 بوينتس هيز اون